ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. تعالوا نشوفوا أسرار المطبخ الصيني، الياباني والصيني والماليزي، والمطابخ اللي هي لطيفة وجميلة اللي نقدر نسميها مطبخ صحي، يتصدرهم طبعا الصويا صوص وزيت السمسم، له تفاصيل كتيرة. ولكن للأمانة لازم نفهم الأول القيمة الغذائية للمكونات بتاعة الأكل بتاعنا. إحنا مش بنعمل أكل وبس، لازم نفهم القيمة الغذائية. الصويا صوص غنية بالبروتين، غنية بالمعادن، يعني ممكن تحل مكان اللحمة، قيمتها الغذائية عالية جدا. ولكن يفضل إن إحنا نشتريها من منتج جيد، لأن هي في السوق أشكال وألوان وبأسماء مختلفة موجودة على الرف كده. فتختار النوعية اللي هي الممتازة الجيدة. هتعرفيها إزاي؟ تختار النوع اللي بيبقى لونه فاتح مش غامق. الغامق مش حلو، اختار اللونها فاتح، اللون الشاي الكشري من الآخر. السمسم أو زيت السمسم بالذات قيمته الغذائية عالية جدا، لأنه يستخرج من السمسم، يعني أوميجا 3. فأصبح هنا الحاجتين دول لوحدهم لو اتجمعوا في أي أكلة كافلين ان يكون القيمه الغذائيه موجوده في الاكل. انا حابب بس اشرح المواضيع دي ببساطه. معايا النودلز النهارده مش مكرونه اللي هي تصنيع عباره عن دقيق وبيض، لا، المكرونه اللي معايا النهارده او النودلز مصنوعه من دقيق الرز. دقيق الرز البيضه الحلوه دي كده هتكون موجوده مع اللحمه بتاعتنا. دي مكرونه صيني اللي هي النودلز. دي سعرها ممكن يكون غالي شويه، بس طعمها حلو وجديد وحاجه لطيفه وجميله، وبيبقى طعمها وشكلها حلو في قلب الطبق. معانا لحم متقطع لسان عصفور اللي هو زي الكبده الاسكندراني، وهنعمل نبدا باول حاجه طبعا ازاي نعمل البيف تشاينيز مع النودلز. المقادير على الشاشه. لحم شرايح متقطع، معايا مكرونه لطيفه وجميله او النودلز مصنوع من دقيق الرز، معانا طبعا شويه صويا صوص مع زيت السمسم، البصل والثوم، مكعبين من الزبده، وطبعا ما ننساش البصل الاخضر والشبت هنا في مقدمه الخضروات بتاعتنا. تعالوا نشوفوا نعمله مع بعض ازاي. اول حاجه بنظبط النار بتاعتنا، بسم الله الرحمن الرحيم، ونجيب طاسه في الصين دايما بيبقى اوان الطهي بتاعتهم الطاسات اللي هي بتبقى مقعره بالشكل ده كده. يعني مقعره يعني بتبقى نص قطر بالشكل ده كده، يعني هي بتبقى زي دي كمان للامانه. بس دي معانا علشان البوتاجاز بتاعنا تاتش، لازم نفهم الحاجات دي علشان الحاجات دي بتتباع للمطبخ الصيني مخصوص. فاذا انت عايز جوزك بيسافر وبيعمل رحلات وصاحب تجاره او ان هو بيروح يسافر كتير، فعايز يرجع برضه يلاقيك بتعملي له الاكل الحلو اللي هو بيشوفه في السفريه بتاعته. فلما نعمل صيني في الطاسه اللي هي بتبقى لطيفه، بتبقى تحتها النار بتاعتها نار البوتاجاز، ما بتبقاش النار زي ديت عشان تديك الشوق وتديك الجو اللي انت عارفاه. فمعانا طاسه كده شديده الحراره، ونبدا نتبل اللحمه بتاعتنا بالتتبيله العاديه اللي هي اللحمه المتقطعه شرايح. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه هتبل اللحمه دي كده، بسم الله الرحمن الرحيم. دي لحم شرايح، ممكن كندوز، ممكن باري، زي ما انت عايزه. لا يفضل ان هي تكون ضاني طبعا، يعني الضاني مش مرغوب فيه هنا، حتى اخواننا الصينيين مش بيستخدموه او ما يعرفوش طعمه. ده لحمه اهوت متقطع شرايح بالشكل ده كده، بحط عليه توم. شوفي بقى هتبل اللحم ازاي. طبعا مفيش زبادي هنا، مفيش حبهان، مفيش الجو اللي احنا عارفينه، خلي بالك ده مهم جدا. هنتبل اللحمه دي بالتوم الطازه، الله، وهنحط كمان معلقه معجون طماطم مع شوية زيت سمسم، مش زيت زيتون، مع شوية صويا صوص. وإذا حطينا صويا صوص يا ست الكل يا ست الحبايب ما نحطش ملح، خلي بالك الترابيزة بتاعتي أو الكاونتر بتاعي أو في الماتيريال مفيش أي ملح، خلي بالك زي ما احنا شايفين كده. معانا عصرة ليمون. أنا بتبل اللحم دلوقتي هعمله إيه؟ تشاينيز. حلو؟ معانا عصرة ليمون، حلو زي الفل يا عم الشيف. النشا معانا، ده أساسي في الأكل بتاعي. شفت الجو ده كده؟ نقلب النشا مع اللحم ده كده، ويبقى انا
الميزمبلاس بتاعي او التحضير بتاعي للمطبخ الصيني تبلت اللحم بالطريقه دي. تاني هقول تاني، البيف تشاينيز دي تتبيلته نشا، صويا صوص، توم، جنزبيل، عصره ليمون، معلقه معجون طماطم. اللحمه اتبلت بالشكل ده ممكن تشيلها في التلاجه. اخواننا الصينيين بيعملوها على كارت، يعني على كارت اللحمه دي متتبله جاهزه ويبدا يقطعها ويشتغل ايه مباشره، لان التشاينيز لازم يتعمل شو وبيتاكل في وقته على طول، ما بيتركنش زي مثلا طاجن باميه، صينيه بطاطس، الجو اللي احنا عارفينه ده كده. حلو، ادي اللحمه هنا جاهزه هنخليها على جنب. عندي طاسه بتسخن معايا، هستخدم للامانه معلقتين من الزيت العادي بالشكل ده كده. معانا بصلاية زي دي كده، بنقطعها شرايح. حتى بتلاقي ان تشكيلة الخضار او تقطيعة الخضار مختلفة تماما غير المطبخ الشرقي. اخواننا الصينيين شطار في تقطيع الخضار باحرف وباسماء وباشكال مختلفه، ودي هوايتهم للامانه. هناخد البصله الحلوه دي كده بنفركها بالشكل ده كده، دي البصله اللي انا هشتغل بيها. بحط عليها معلقه نشا صغيره مع معلقه دقيق صغيره، واقلبها تاني بالشكل ده كده اهو، واخدها واروح عند الايه عند الزيت اللي هو بيسخن. دي اول مرحله. بسم الله الرحمن الرحيم. حلو قوي، نقلبهم كده مع بعض. شوف المطبخ بسيط وسهل ازاي، ويكون مطبخك رايق ونضيف بالشكل ده كده. الله، البيف تشاينيز بالنودلز. بصلايه تاخد لون كده. طبعا المطبخ الصيني ما بيتسبكش الاكل. يعني ايه يتسبك يا عم الشيف؟ يعني ما بيقعدش في النار كتير بقى، والطواجن والحاجات دي كلها. مش معناته ان هم يعني خبره في الاكل، لا، هم دي ده اسلوبهم ودي ثقافتهم في الاكل، ولازم نحترم ده. وجت ثقافة الأكل منين؟ وجاء اشتهار الأكل منين؟ وجاء إن احنا من الحضارات والسفر، وإن احنا نروح ييجي هم يحبوا البامية بتاعتنا، يحبوا الملوخية، يحبوا الكشري. والدليل على كده لما بيجوا مصر بتلاقيهم عاملين زحمة في المطاعم الشرقية والمطاعم الشعبية بتاعتنا، إذا كان كشري، سندوتشات كبدة، طبق الفول بتاعنا الجميل الحلو. شايفة البصلة دي؟ هو ده. ننزل باللحمة الحلوة دي كده، يلا بينا. اللهم صل على النبي. ونقلب كده ونصبر عليها لغايه لما النار تسويها. خلي بالك هنا في قوام. شفت الجو ده كده. هنسيبها على النار كده ونشوف معانا ايه تاني. هنبدا دلوقتي حبايبي فريق العمل اهي. دي على فكره في منها شرايط عامل زي المكرونه النكتاتيل بتاعتنا، وفي منها الرفيعه عامله زي الاسباجيتي. دي اول ما بتشم الميه المغليه بتلاقيها على طول. شفت ازاي؟ ما بتاخدش وقت. الاطفال بيحبوها على فكره. دي على فكره ممكن نعملها حلو. بس خلاص دول كفايه قوي. طبق التقديم بتاعنا الجميل الحلو تستاهل. اللحمه جاهزه عندي هنا. ميزه المطبخ الصيني بقى لو عايز كزبره ولا كمون ولا الجو اللي حضراتكم عارفينه ده كده اهو. شفت اللطافه دي كده اهو. اللحمه مستويه ازاي؟ الله، تاخدها زي ما هي كده تقديم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله. طبعا عنوان المطبخ الصيني المكسرات على الوش، ده البرزنتيشن. بيكون شويه سمسم، شويه كاجو،
شفت الحلاوه دي كده؟ زي الفل. معانا سمسم، فين السمسم؟ يا سمسم. الله، شفت الحلاوه دي؟ طبعا هنحط في النص الايه؟ النودلز بتاعتنا المستويه. بسم الله الرحمن الرحيم، هنخليها دي كده. اخبار النودلز ايه؟ نشيلها كده بالراحه عشان عايز استفيد من الميه دي مع الفرايد رايس. اهو خديت وقت. بص على الحلاوه اهي. ايه البساطه دي يا عم الشيف؟ ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ تاني. يلا بينا. ممكن على فكره تستخدمي النودلز العاديه بتاعتنا العادي خالص اللي هي بتتباع في اكياس دي دون ذكر اسمائها. نعم يا غالي، والله مش هتقول لا. معانا حبيبنا من الكنترول بيقول لي ممكن نستخدم المكرونه الاسباجيتي بتاعتنا. ممكن، بس احنا بنحترم كل المطابخ. لما يكون في مطبخ بيستخدم ماتيريال معين في الطبق بتاعه او في عنوان الاكله بتاعته لازم نحترم ده، وده مطلوب. هناخد الطبق الحلو ده كده بنخليه على جنب ندلعه عشان نشتغل في طبق الشوربه بتاعتنا الجميل الحلو. هنخليها والصوره الحلوه، اللهم صل على النبي، دايما تتحدث عن نفسها. هناخد البصل الاخضر ده كده برزنتيشن معانا. مطابخ الصينيه بقى بتلاقوا البصل الاخضر دايما، وعروق البصل الاخضر اللي احنا بنستهون بيها بتلاقوها دايما اساسي في الجرنش، في البرزنتيشن، في الاطباق، موجوده دايما. حتى لما رحت الصين طبعا قعدت هناك تقريبا 65 يوم بالظبط، يعني كنت رايح اقعد اسبوع، طولت معايا من جمال الصين ودلع الصين. شفت الحلاوه دي كده؟ زي الفل. ناخد القرن الفلفل الحار ده كده برضو. زي ما هما كده. الله، الصورة دي تستاهل مخرجنا ندلعها شوية بعد إذنك حبيبي حبيب هارتي. يلا بينا. ده طبق، نخش على اللي بعده على اللحمة بتاعتنا.